اعزائي المشاهدين، معاكم كابتن طارق رياض لاعب منتخب مصر للجود والزمالك سابقا من داخل تاون جيم فرع الهرم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكسرسايز تمارين مهمه جدا تخص البطن السفليه والبطن العلويه. طبعا اول مره طبعا تعرفوني ان انا كنت بعمل حلقات ثانيه في بعض القنوات، وهحاول ان شاء الله اوفق لكم تمارين معينه عامله شغل هايل جدا، واقرب فرصه ان شاء الله والحلقات القادمه ان شاء الله هبعتها لكم كده. يلا نبتدي الاكسرسايز. هنبدا اول تمرين كرانشز. هنبدا التمرين الثاني يا جماعه ريليز. اوكي رجعنا لكم ومعانا مداخله من دكتور ايمن علي عبد الواحد. الو الو ايوه دكتور، السلام عليكم. الحمد لله، ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا دكتور ايمن، مرحبا. ازيك يا فندم؟ ازيك؟ يا اهلا بيك يا دكتور، عامل ايه؟ الله يخليك، تمام الحمد لله. اتفضل اتفضل امرني اسال. الو ايوه يا فندم. ايوه يا دكتور اتفضل. منور يا دكتور. حضرتك بتبارك على البرنامج يا دكتور. ها البرنامج جميل جدا، وانا مبسوط من الفكره. وطبعا التربيه والتعليم، احنا بندرس التربيه الدينيه موجوده في مدارسنا، وبنصر ان احنا يبقى ده في كل حصص المدرسه، كما اننا طبعا في الو معاك يا الصوت معاك يا دكتور. ايوه دكتور اتفضل. اه يا فندم، وبشكرك على هذا البرنامج. واحنا بنشكرك على المداخله قوي يا دكتور، شكرا. كابتن طارق، سريعا كده بس سؤال سريع بس يا دكتور. يا كابتن طارق، الساونا والبخار بيأسسوا على التخسيس بالنسبه لل بيخسسوا يعني وكده؟ لا ما بيخسسوش خالص، لا عشان ده جالي السؤال دوت فقلت اسالك. لا لا، هو عامه يعني اختصارا عشان اعرف وقت اختصارا عشان الوقت. طبعا الساونا بيبقى الواحد بيخش في الساونا جوه بيعرق. العرق طبعا مجرد ما بخرج بشرب كوبايه ميه بيرجع الكلام ده، فما فيهاش خالص، ما بيخسس. بس في حاجه عايز بس اتكلم فيها سريعا عشان الوقت بس. لا لا يعني معلش ثواني يعني. في مشاكل كتير قوي حصلت الايام اللي فاتت. في جالي شكاوي بالنسبه لاقتاي البارود، غرب اقتاي، في مشاكل بالنسبه للاناره، في الاناره بتاعت الشوارع على بعد على طول 15 كيلو او 20 كيلو مفيش اناره خالص. تمام. بنناشد النائب اللي احنا ما نعرفوش. بنناشد احنا النائب قتال البارود ان شاء الله باذن الله يشوف موضوع الاناره في نهايه حلقتنا النهارده. بنشكركم اعزائي المشاهدين، بنبعتكم بحلقات جامده جدا دينيه وثقافيه واجتماعيه ورياضيه. بشكرك يا كابتن طارق. شكرا يا اسماء. وان شاء الله باذن الله مواعيدنا السبت القادم، وعلى صفحاتنا بنستنى اي اقتراحات ليكم. شكرا، السلام عليكم.